أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تطورات الأزمة بين الشرعية اليمنية والإمارات. قال مصدر عسكري إن 50 مدرعة عسكرية إماراتية وصلت إلى معسكر تابع لقوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن. ونقل موقع المصدر أونلاين عن المصدر قوله إن المدرعات وصلت إلى مديرية البريقة على متن سفينة إماراتية قبل أن تتحرك صوب معسكر الحزام الأمني في منطقة بئر أحمد. أضاف بأن هذه التعزيزات العسكرية التي تقدمها الإمارات للمجلس الانتقالي سبقتها تعزيزات مماثلة، إذ سبقها وصول 30 مدرعة إلى مقر الحزام الأمني في البريقة. وكانت الحكومة قد طالبت الإمارات بالكف عن دعم الانتقال بالسلاح بعد أن اتهمتها بدعم انقلابه على الحكومة الشرعية جنوبي البلاد. تأتي هذه التطورات في ظل ضغط كبير تمارسه السعودية شريك الإمارات في الحرب على اليمن على الحكومة الشرعية من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات في مدينة جدة السعودية. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: لماذا تواصل الإمارات إرسال التعزيزات العسكرية إلى عدن؟ وما هي خيارات الشرعية للخروج من دائرة الضغوط السعودية الإماراتية؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. بينما ترفض الحكومة الجلوس على طاولة الحوار قبل تنفيذ شروطها طبقا لما أعلن عنه في بيان التحالف في 10 أغسطس والوقوف أولا أمام انحراف دور الإمارات حسب تصريحات سابقة لنائب وزير الخارجية اليمني، تصعد الإمارات الموقف العسكري في عدن وتزود ميليشيا المجلس الانتقالي بمزيد من التعزيزات العسكرية، حيث أفادت مصادر محلية بوصول نحو 50 مدرعة عسكرية إلى البريقة. المدرعات تحركت صوب معسكر الحزام الأمني في بئر أحمد، وهي الدفعة الثانية التي وصلت المدينة خلال يومين، فقد وصلت قبلها 30 مدرعة أيضا إلى مقر الحزام الأمني في مديرية البريقة. إغراق المدينة وتلغيمها بمزيد من الأسلحة يعني أن محاولة إجبار الحكومة الجلوس على طاولة المفاوضات الغرض منه انتزاع وضع جديد في المحافظات الجنوبية. وإذا لم يفلح الحوار فالقوة القادمة من موانئ دبي وأبوظبي والفجيرة كفيلة بتحقيق ذلك. وفق هذا المنظور باتت تتصرف الإمارات في اليمن بعد أن دخلت في مواجهة مباشرة مع الحكومة الشرعية التي لا تزال تتقيد بالموقف السعودي المساند لأبوظبي في الحرب اليمنية. في الناحية الأخرى يدفع المجلس الانتقالي الذراع العسكري لأبوظبي أنصاره للتظاهر دعما للسياسة الإماراتية في تفتيت البلد، وهي محاولة لجأ إليها حكام الإمارات بعد الضغط الإعلامي المتنامي ضد نشاطها الذي يستهدف تقويض الدولة اليمنية. لنقاش أوسع ينضم إلينا من اسطنبول الناشط السياسي مهيب نصر، أيضا من نيويورك الباحث السياسي عبد ربه الشايف. أهلا بكما معي ضيوفي. أبدأ بك أستاذ مهيب، إذن الإمارات ترسل تعزيزات عسكرية للانتقال في عدن، ولكن السعودية تخدر الشرعية في الرياض، كيف تقرأ أنت تبادل الأدوار؟ حياك والله أختي الكريمة. من وجهة نظري أن الأمور واضحة منذ اليوم الأول وليس من الآن. ما يحصل الآن هو تحصيل حاصل. الإمارات تقدم الجزرة والعصا في آن واحد. الجزرة هنا الحوار الشرعية مع المجلس الانتقالي. ما لم فهناك العصا وهي المدرعات والأحزمة الأمنية المبثوثة في ربوع الجنوب، سواء الحزام الأمني سواء النخبة الشبواني وهلم جرة. لذلك هي تعبث بهذه الطريقة وتحاول أن تضغط على الحكومة الشرعية بالانصياع عنوة ما لم نحن على الأرض وسنقوم بما نريد، ولا خيار لكم إلا ما نختار نحن. أنتم مجرد أتباع، نحن نريد هذه الغاية، ولكم أن تبصموا وتوقعوا على ما نأمركم به. هذه اللهجة النابية
التي تتبناها الإمارات، وهذا هو الوضع الراهن الذي نعيشه. أما بالنسبة للسعودية فلم تقيم حق في هذه المحنة التي تعرضها اليمن، ولكنها صمتت عن باطل، ولا أرى أنها خلوا من هذه المؤامرة، بل هي في قلب المؤامرة إن لم تكن هي القلب. وعلى هذا الأساس الذين يظنون في السعودية أمر آخر مع تقديري، ولكن يراهم واهمون، لن تتحقق البغية الإماراتية ما لم تصادق وتوافق عليها السعودية، وهذا ما يحدث الآن في ربوع وطننا العزيز. تفضل بالبقاء معي سيد مهيب، أنتقل إليك ضيفي عبد ربه. إذن تعزيزات عسكرية وصلت إلى عدن، برأيك ما هو الهدف وما هو القادم في ظل هذه التطورات؟ أهلا وسهلا، مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. الإمارات مستمرة في غيها وفي دعمها للمجلس الانتقالي، بل أن الإمارات لم تعد تتوارى خلف المجلس الانتقالي الذي أنشأته وبنته طيلة السنوات الخمس الماضية. الإمارات أصبحت هي الحامل الرئيسي والوجه الحقيقي للانتقالي ولمشروعها الانفصالي والتخريبي في اليمن. الإمارات توصل لنا رسالة للشرعية للعالم أجمع أنها مستمرة في هذا النهج وفي هذا المنوال، والسؤال على الحكومة الشرعية الذي أعدته، دائما نعيد نفس السؤال ونكرره دائما، ما الذي أعدته الشرعية تنزوي خلف مساعي المملكة العربية السعودية، فيما الأفضل لنا كيمنيين بشكل عام وللحكومة وللشرعية أن يكون أي حوار في جدة ولا بأي مكان لا يكون مع هؤلاء الأدوات التي تستخدمها الإمارات، خصوصا أن الإمارات لم تعد تتوارى خلف هذه الأدوات. الإمارات أصبحت هي الواجهة للانفصال في للحركات في الجنوب، وأصبحت هي من تدعمه بكل علن. اليوم في ما يسمونها مليونية دعم الإمارات، نعم سنعود لهذه النقطة، لكن سيد عبد ربه، يعني ألم يكن بيان العاشر من أغسطس الذي أصدره تحالف السعودية والإمارات بوقف التحشيد العسكري، عودة الأمور إلى ما قبل انقلاب الانتقالي، إذن لماذا هذا التصعيد الآن؟ لماذا تحشد الإمارات قواتها في جنوب اليمن؟ البيان كان مجرد تقدير، مجرد تسكين، لأنه اليمنيين انتفضوا في تلك المرحلة وتحركت كل اليمنيين والحكومة والجيش واستشعروا مسؤولياتهم، فكان البيان مجرد تخدير. الحكومة إذا أرادت وضع حد لهذه المهزلة التي تحدث عليها أن تطالب بالحوار مباشرة مع التحالف، ما يسمى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بدلا عن الجلوس مع أدوات الإمارات وأدوات السعودية، الجلوس وجها لوجه مباشرة مع هذا التحالف. ما الذي يريده منا؟ ما الذي يعد لليمن هذا التحالف؟ نعم فعلا هناك يعني تصريحات من وزير الداخلية قال فيها أنه لا يمكن التحاور مع الانتقال، وأنه طالب بالتحاور مباشرة مع الإمارات التي تعد شريك في الحرب في اليمن. هذا التصريح صرح به وزير الداخلية، ولكن لابد أن يكون هذا موقف رسمي من الحكومة ومن الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وبالسلطة التشريعية مجلس النواب وبالسلطة التنفيذية الحكومة. مطالبة الجلوس يعني ليس عيب، خمس سنوات كفاية تضليل، كفاية عبث باليمن ومستقبلهم. اليمنيين يدفعون الضريبة من أرواحهم، من دمائهم، من مستقبل أبنائهم، من بنيتهم، ووصل حسب ما يقولوا السكين للعظم. الآن أصبحنا مهددين لتفتيت بلدنا، فالأفضل لهم ولنا وللتحالف بشكل عام الجلوس والحوار مع هذا التحالف. ما الذي يريدوه؟ ما الهدف من هذه الأحداث؟ هل ما زالوا ملتزمين بأهداف التحالف العربي الذي أنشئ تحت يافتة دعم الشرعية واستعادة الدولة والحفاظ على وحدة وسلامة اليمن وأراضيه؟
كل الأحداث وكل الوقائع في الأرض تثبت أنه هم يعملوا عكس ذلك. برأيك سيد عبد ربه، هل ستصمد الشرعية أمام هذا الضغط السعودي الذي يمارس عليها للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الانتقالي؟ الشرعية تمتلك الكثير من الأوراق، والشرعية بيدها الورقة الرئيسية إذا ما لوحت بها واستخدمتها الشرعية باستطاعتها أن تعمل الكثير. المملكة العربية السعودية لا تملك الحق أن ترفض أو تفرض آراءها إذا امتلكت القيادة السياسية في اليمن والمسؤولين اليمنيين قرار أنفسهم. أولا يمتلكوا قرار أنفسهم ويعرفوا في أنفسهم أنهم مسؤولين عن 30 أو 40 مليون نسمة. اليمنيين منتظرين منهم فعل شيء، البقاء داخل الرياض والجلوس هناك منتظرين الأوامر من الضباط الصغار. هذه لن تستعيد وطن ولن تطلب ميليشيات لا من الشمال ولا من الجنوب. وكما قلنا بالأمس، إذا استمرت الشرعية على هذا المنوال سنشهد بعد السنوات القادمة حوار في جدة مع أبو العباس، حوار في جدة مع غزوان المخلافي، ويمكن يعني الحبل على الغارب تصل، يعني كل شيخ قبيله ولا كل مدير ناحيه يطلب حوار في جده. تفضل بالبقاء معي سيد عبد ربه. أعود إليك سيد مهيب، إذا تحدثت عن فرض واقع أمر في مدينة عدن من قبل الإمارات، برأيك من أين تستمد هذه الإمارات القوة والثقة في موقفها وتصعيدها العسكري على الأرض؟ نعم، الإمارات تستمد بقوتها من ضعف الشرعية ومن تواطؤ المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يباع بالذهب ويشترى بالذهب، والشرعية اليمنية أصبحت شرعية حقيقية للسعودية والإمارات، ولم تعد شرعية حقيقية لليمنيين، فمن خلالها يصلون إلى غاياتهم، ومن خلالها يبحثون عن مآربهم في أرضنا وفي وطن العجيب. الشرعية خذلتنا من أول يوم، ومن يراهن على الشرعية من وجهة نظري لا أعتقد إلا أن يراهن على وهم. لن نصل مع هذه الشرعية إلى أي مخرج ولا إلى أي طريق، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أن تظن الشرعية في أكثر من موقع وفي أكثر من موقع، ولكن لم نجدهم. نحن نجدهم فقط كاسم، لكننا لا نجدهم كمسمى. لذلك يا سيدتي الكريمة، الوضع الراهن في اليمن لا يحتمل هذه الشرعية كما لا يحتمل أعدائها وأعداء الوطن كل الوطن. ووجب أن يتنبه اليمنيون كل اليمنيون، لأن الوضع الذي نعيشه والوطن الذي يمر بهذه الابتلاءات وهذه المنغصات وهذه الأشياء المؤلمة لأبنائه، يجب أن نتنبه وأن نتيقظ، لأن الرهان على الشعب فقط. ألا يكون كالشرعية، وألا يسمع من هذه الشرعية، ولا ينتظر منها لا 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 لا, لا, لا عدلا ولا حقا ولا باطلا. نعم، يعني هل ترى أن الشرعية ستستسلم للضغوط التي تمارس عليها من قبل التحالف والسعودية تحديدا، أم أن لديها وسائل مقاومة؟ سؤال الأسئلة يا أختي الكريمة، ما الذي يمنع أن الشرعية لن تخضع؟ كل المؤشرات وكل المؤيدات تصب في هذا الاتجاه. الشرعية خاضعة من أول يوم. ما يحصل الآن هو تحصيل حاصل لهذا الخضوع. ليس هناك ثمة أمل، ليس هناك ثمة تخطيط، ليس هناك ثمة أحلام ممكن أن نتكئ عليها وأن نقول لا الشرعية ستقف، الشرعية ستعمل، الشرعية إلى غير ذلك. هذا كلها أحلام وردية وأحلام جيدة، ومن المفترض أن تكون قبل أن تكون أحلام، وقبل أن ندعي أو قبل أن نسوق أنها تكون أحلام. لكن على أساس هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الذي نعيشه، ويجب أن نتحمل واقعنا. فإذا الشرعية كما هي الآن وتمضي كما هي الآن وكما كانت في الغد، إنها لم تغير شيء ولم تبدل شيء ولم تحرك ساكن ولم تسكن متحرك ولن تستطيع، فالرهان أول وأخير على الله سبحانه وتعالى، ثم على هذا الشعب المغوار الذي لن يصمت في كل أنحاء العالم، سيكون له صوت وسيكون له إرادة، وسيقول لهؤلاء الظلمة لهؤلاء النفوس قفوا، هناك شعب جبار يقتلكم بالمرصاد. تفضل بالبقاء معي سيد مهيب. أعود إليك ضيفي عبد ربه. إذا تحدث سيد مهيب عن أن الشرعية لا تملك من أمرها شيء، برأيك أنت ما هي الخيارات للشرعية للخروج من دائرة الضغوط التي تمارس عليها؟
الشرعية تتآكل، هذا للأسف الشديد بعد 5 سنوات أن الشرعية تتآكل بسبب مواقفها الرديئة ومواقفها التي تتماهى مع سياسة الإمارات وسياسة التحالف، ليست حازمة. الخيارات المتاحة للشرعية الآن أنها تقول كفى عبثا. أولا تمسك يدها عن نفسها، تستند إلى مطالب الشعب اليمني وتشعر بما يشعر به اليمنيين في حالة هيجان على كل المستويات، وهذا إذا يسندوا أمرهم إلى الشعب اليمني، والشعب اليمني كفيل بتأديب الإمارات وتأديب السعودية وتأديب الحوثيين والميليشيات وتأديب إيران والكل. أولا يستشعروا في أنفسهم أنهم مسؤولين عن شعب تعداده 40 مليون، شعب دولة، نحن دولة لها سيادتها، لها تاريخها، لنا ثقلنا، لنا حقوقنا، ولذلك سياسيا أمام لديهم خيارات ضئيلة. نعم، يسندون أمرهم إلى الشعب. يعني كيف لك أن توضح هذه النقطة؟ هذه النقطة، الشعوب لا تموت. نعم. الشعب اليمني قادر على استعادة زمام الأمور، فقط لا يخذلهم أن يلبوا لأصوات الشعب اليمني، لا يساوموا في اليمن ويعودوا. إذا كانت الشرعية ضعيفة في بيانها، لم تشر تحديدا إلى الإمارات وطلب إنهاء تواجدها في التحالف، كيف يمكن التعويل على موقف الحكومة الشرعية؟ السعودية لن تقول بصراحة إن الإمارات مخطئة. السعودية تواري أخطاء الإمارات، والسعودية تستخدم المسكنات، ونحن فقط اليمنيون من نتأثر وتصيبنا هذه العاهات التي تحدث. الحكومة الشرعية مطالبة اليوم بتصحيح الخلل الداخلي، العودة إلى مارب أو العودة إلى سيئون أو إلى منطقة داخل اليمن. تآكلت خارطة نفوذ الشرعية، كان لدينا قبل سنوات المحافظات الجنوبية بالأكمل محسوبة على الشرعية، الآن تآكلت مساحتها وأصبح لديها فقط جزء من مارب ومركز محافظة الجوف. إذا لم تستغل الوقت الحاصل والزخم الجماهيري والتعاطف الشعبي معها، ستفقد كل الأوراق المتاحة في يدها. تفضل بالبقاء معي سيد عبد ربه، أعتذر على المقاطعة. ينضم إلينا المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني من العاصمة المؤقتة عدن. مرحبا بك معنا سيد عبد الرقيب. إذن استمرار وصول التعزيزات العسكرية الإماراتية إلى عدن، وفق رؤيتك كيف يمكن تفسير هذا التصعيد؟ مساء الخير، التحية لك ولضيوفك ولمتابعي القناة. هذه التعزيزات التي أحضرتها الإمارات بالأمس في ظل الحديث عن حوار في جدة مع الحكومة الشرعية برعاية المملكة العربية السعودية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإمارات ماضية ومتمسكة بهذه الميليشيات والأدرع التي صنعتها في عدن، وأن الحوار هو مجرد مناورة. هي الآن تستقوي وتقوي هذه المكونات وهذه الأدرع وهذه الميليشيات، تحفر الخنادق وتنصب السواتر الترابية على بوابات عدن الشرقية، وتتأهب لمعركة أو على الأقل للدفاع ومنع الجيش الوطني من التقدم إلى عدن. اليوم كذلك خرجت في مظاهرة مدفوعة الأجر لتبييض جرائمها وأخطائها وانقلابها على الدولة ورعاية الميليشيات. لكن كان ملاحظ في هذه التظاهرة عدم خروج مكثف من قبل الناس، لماذا برأيك؟ المجلس الانتقالي من مساوئه ومن سوء حظه انه جعل الامارات راعيته او الداعمه له،
بمشروعه على الأقل الذي ينادي به، وهو الانتقال أو عودة استقلال الجنوب. الشعب اليمني لديه حساسية، لديه شعور تجاه الأجنبي والخارجي. الإمارات عبثت خلال 4 سنوات في عدن وفي أبيان وفي شبوة وفي حضرموت، في كل المحافظات اليمنية المحررة. اليوم المجلس الانتقالي يكاد ينزوي ويتقوقع في مربع جغرافي صغير، في لحج، في الضالع، في يافع، في ردفان، في حين طردته وهزمته المحافظات الكبرى، محافظات النفط، شبوة وحضرموت وأبين، بل وحتى عدن. نحن اليوم يعني على مدى شهر هناك ما يشبه الانتفاضة الشعبية في عدن. من يواجه اليوم المجلس الانتقالي هم أبناء عدن وشعب عدن. المجلس الانتقالي الذي يتواجد في عدن لا يمكن أن يتواجد إلا على ظهر طقم عسكري أو متسلح بسلاح، يعني في حين لا حاضنة ولا عمق اجتماعي له. عدد المعتقلين حسب تقارير دولية 400 معتقل، انتهاكات للبيوت، مداهمات، اعتقالات صحفيين للناشطين، بل وحتى ناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي. إذن نحن اليوم لم يعد لهذا المكون غطاء، لم يعد له حاضنة، لم يعد لديه عمق. من جاءوا اليوم هم من القرى، من الجبال. عدن اليوم لم تكن حاضرة، الجزء الشرقي من المحافظة الجنوبية لم يكن حاضرا. الآن هذا المكون محاصر منبوذ، لم يعد إلا قفاز قدر بيد الإمارات ويعمل لأجنبيتها، لم يعد يمثل قضية ولا عمق اجتماعي ولا مصلحة لليمنيين ولا للجنوبيين. وبالتالي نرى سيد عبد الرقيب تفضل بالبقاء معي. أعود إليك أستاذ مهيب في دقيقة إذا سمحت. كيف يمكن رؤية سيناريو مستقبل معركة الشرعية مع الإمارات؟ نعم، سيناريو الشرعية في نهاية الأمر تمتلك أشياء كثيرة جدا، والإشكال ليس في امتلاكها، الإشكال في ضعفها ككيان حقيقي. لديها فأس لكن ليس لديها زند، ولذلك هذا الذي نعاني منه فيما يتعلق بالشرعية. أتمنى كما يتمنى جميع اليمنيون أن يكون لها موقف، لأنها لم يبقى منها شيء، هي تتلاشى الآن وستذهب كالدخان، ولن يبقى لها أي شيء ممكن من خلاله لكي تبقى. معها شعب، معها أسراف دولي، معها أشياء كثيرة جدا ممكن من خلالها أن تمضي، لكن في نهاية الأمر لا نستطيع أن نتوقع منها هذا الشيء، لأن إحنا حاولنا أن نتوقع في مواقف كثيرة لم نجد إلا الخذلان. لذا أملنا ليست كبيرة حيالها، أملنا في الله سبحانه وتعالى ثم في شعبنا. نعم، مهيب نصر الناشط السياسي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. أعود إليك ضيفي من نيويورك عبد الرب الشايف. إذا برأيك هل ستخضع الحكومة الشرعية للضغوطات التي تمارس عليها، وما الذي سيجري على الأرض وعلى طاولة المفاوضات في قادم الأيام؟ أن تخضع الحكومة فذلك يعد آخر مسمار في نعش هذه الحكومة وفي نعش الشرعية عليها، أن تثبت على أمر واحد، خروج الإمارات وطردها من اليمن ومحاسبتها على جرائمها، تفكيك عصاباتها في الجنوب واستعادة العاصمة السياسية عدن، استعادة المقرات الحكومية والمؤسسات. هذه لابد أن تكون شروط ثابتة لا
سواء اليمن. إذا لماذا لا يتم التصعيد من موقف الشرعية كما ذكرت تجاه الإمارات؟ لماذا لا تطلب الشرعية خروجها تماما من التحالف؟ ما قدر اليوم من الحكومة الشرعية وتحديدا يمكن أن نسمي شهر أغسطس الفائت هو الشهر الكاشف للإمارات، كشفت فضائعها، خرجت إلى العلن تصريحات رسمية، موقف رسمي على الأقل من الرئاسة، من الحكومة، من ممثلنا في مجلس الأمن، من كل قطاعات الدولة ومؤسساتها. تستطيع اليوم، رفع الغطاء عن الإمارات، لم تعد تمثل شيئا، خرجت من شبوة هاربة مطرودة وكادت أن تسقط في عدن لولا ترقل طيرانها. اليوم لم تعد تمثل شيئا، هناك شبه إجماع وكراهية وفخط تجاه كل ما هو إماراتي. اليوم ربما هناك تقديرات سياسية مع المملكة العربية السعودية، لكن عمليا رفع الغطاء السياسي وأصبحت الإمارات في موقف المعادي والمجرم والعدواني على الشعب اليمني التي انتهكت ومارست وعبثت وتجاوزت كل الخطوط. هي عمليا الآن رفع عنها ذلك الصمت وذلك التماهي، وهي اليوم في موقف العداء الواضح في الشعب اليمني. نكتفي بهذا القدر. عبد الرقيب الهدياني المحلل السياسي، كنت معي من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيوفي من اسطنبول الناشط السياسي مهيب نصر، أيضا من نيويورك الباحث السياسي عبد ربه الشايف. شكرا لكم ضيوفي، كما كل التحايا مقدمة لكم سيادة المشاهدين مني ومن معد هذه الحلقة ماهر أبو المجد ومن الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.